أختم سماحة فضيلة الشيخ بالسؤال الأخير، يعني تحدث سماحة الشيخ عن مشروعية الاستثناء في الوصف بالإيمان، وذكر الخلاف في ذلك، ونريد أن نتساءل يعني عن سبب نشأة هذا الخلاف، كيف نشأ هذا الخلاف بين المسلمين في مسألة يعني الاستثناء في الإيمان. واقتبس سماحة الشيخ نصا طويلا لأبي يعقوب من كتاب الدليل والبرهان، يعني قال في آخره بعد عرضه لمسألة الاستثناء في الإيمان، قال: وليس في هذه المسألة طائل فائدة، حيث وقع الاختلاف في الأسماء، هل هي على الفور أو على المآل، وليس بين الفريقين تناقض، كل يعمل على شاكلته. وفي نهاية المبحث علق سماحته على هذه المسألة أنها كانت يعني وصفها يعني بأنه عصر الانحطاط والانغلاق وما شابه من هذه الأشياء. نريد فضيلة الشيخ توجيه القارئ يعني في مثل هذه المسائل الخلافية، ماذا يصنع؟ هل يتجاوز هذه المسائل، ولا مثلا يقرأها ويحفظ رأي المذهب فيها، أو كيف يتصرف يعني عندما يجد مثل هذه يعني المسائل المختلف فيها خاصة في العقيدة؟ أحسنت، يعني هذه مما يجده المرء في يعني في سلوك الناس وفي أعمالهم نتاج للحراك العلمي والفكري والحضاري، لو قلنا أو الثقافي، على اختلاف العصور، وهذا يعني عمل بشري قابل للصواب والخطأ. فهذا يدل على أن العلوم تتأثر بالبيئة وبالثقافة الموجودة أو لمدارك الإنسان نفسه. طيب، وأيضا تتأثر بالاختلاط بالآخرين. أقول ذكر هذه المسألة من قديم يدل على أنها سابقة، وإن كنا لا نستطيع أن نحدد لذلك وقتا معينا، ف بغض النظر عن وقت نشأتها بالضبط، يعني في السنة التي ولد فيها هذه المسألة، ولكن تذكر في الكتب السابقة القديمة، يعني منذ القرن الثاني الهجري ربما نقول. على كل حال، تأثير علم الكلام في موضوع علم العقيدة يعني موجود. طيب، تأثير قضية الاختلاف إلى فرق وما جرى في ذلك من تعصب موجود. طيب، تأثير كما قلت المستوى العلمي والإدراكي للشخص أيضا موجود. فمثلا الشيخ أيضا وغيره ذكر هذه المسألة، وذكر السجال الذي وقع بين الحنفية والشافعية فيها، إلى درجة أن بعض الغلاة من الحنفية كفروا الشافعية، أو من يقول بهذا القول من الشافعية كفروهم، يعني بعضهم اعتبرهم على ضلال، بعضهم كان خرجه من الإسلام، حتى أنه سئل عن الزواج بامرأة شافعية تقول بهذا القول، قال يجوز قياسا على الكتابية. طيب، يعني هذا الحد، وبعضهم قال لا نزوجهم أصلا ولا نتزوج منهم، وبعضهم قال نتزوج منهم ولا نزوجهم. طيب، لماذا؟ يعني هذا شيء رهيب، شيء رهيب، يعني مسألة فرعية ظنية لا تصل حتى إلى درجة القطعي، مما يعني لو تأول فيه المتأول فإنه يقال هو على ضلال، ولكن يبقى على صفة الإسلام لمن خالف مسألة قطعية تشبثا بدليل شرعي، فيقال هو متأول، فحكمه الفسوق، لأنه اعتقد الباطل، والله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا ضلال، ومع ذلك يبقى تحت مسمى الإسلام، ولا يقال بتكفيره الكفر الملي وخروجه من الملة، ولا يقال لا تجوز مناكحته ولا يجوز الصلاة خلفه، يعني مناكحته قصد التزويج ونحو ذلك، ولا يعني هذه أحكام مشركين. طيب، فلا تنطبق على المسلمين. فعلى كل حال، فعلا هذه وقعت في عصور الانحطاط والانغلاق، حتى جاء بعض علماء الحنفية وغلطوا هؤلاء القائدين من الحنفية من أئمتهم السابقين، كالكمال بن الهمام، و يعني ابن عابدين وابن نجين. طيب، يعني
غلطوا من قال بهذا، وقالوا بأن هذا يعني غلو، وهذا مبالغة. منهم من صرح بأن هذا خطأ أو غلط، ومنهم من قال بأن هذا تشديد في غير موضعه والمسألة لا تستحق ذلك، والخلاف سائغ. طيب، فهذا فعلا يعني لا ينبغي بل لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تفريق الأمة. وشيخنا الخليلي ذكر بأن الخلاف سائغ، وأن من نظر إلى جانب من الجوانب إلى الأصل في أن الإيمان لا شك فيه قال بمنع هذا، ومن نظر إلى المآل فقال بأن هذا جائز، لأن المرء لا يعلم يعني هل هو من أهل الجنة، فكأنه عندما يقول أنا مؤمن أي أنه مستحق لوعد الله تعالى للمؤمنين بدخول الجنة، فكأنه يقول أنا من أهل الجنة، وهذا غيب فلا يجوز الحكم فيه لأحد إلا من الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول أنا مؤمن؟ فمنعوا ذلك، أو نظروا إليه على أنه نوع من التزكية للنفس بتبرئتها من العيب، فمنعوا كذلك. فهذه مسوغات الملك، ولكن من أجاز قال بأن هذا جائز أن يطلق المرء على نفسه وصف الإيمان دون أن يقيد ذلك بقوله إن شاء الله. طيب، فالله تعالى حكى عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. طيب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، قال آمنا، قالوا آمنا والله تعالى أثنى عليهم، فلا يقال بأنهم زكوا أنفسهم أو بأنهم حكموا على أنفسهم بأنهم من أهل الجنة. طيب، فإذا هذا جائز لا مانع منه. طيب، ومنهم من قال بأن إذا قلنا آمنا على سبيل التبرك بذكر مشيئة الله تعالى لا حرج في ذلك، كما قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع الله تعالى هو القائل. طيب، ولكن أراد أن يعلم العباد أن يقولوا هذا. طيب، فعندما يقولون ليس هذا عن شك في حقيقة الإيمان، وليس عن تزكية لأنفسهم، وليس عن تأليا على الله تعالى، وإنما هذا لأجل ذكر تفويض المشيئة إلى الله تعالى في كل شيء حتى في هذا الذي هو أصل الدين، أو من باب التبرك يعني بذكر اسم الله تعالى. طيب، أو نحو ذلك من المعاني المقبولة. فعلى كل حال فعلا هذه المسألة توضع في موضعها ولا تعطى أكبر من حجمها، ومن قال بذلك بناء على تسويغ من المسوغات فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.